اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حابب ان يكون لها طعم تاني. كلنا بنحب ناكل الحاجات اللي موجوده في المطاعم او اللي هي بيكون لها اسم في المطاعم، شيش كباب، شيش طاووق، كباب حله، حاجات كده لطيفه بطعم تاني خالص. معانا النهارده الشيش كباب. وشيش ليه؟ لانه لازم يتحط في الشيش او في الاسياخ، دي مدرسه لوحدها. البعض بيعمله مع المشروم، بعض يعمله مع فلفل رومي، طبقه لحمه مع طبقه فلفل، طب مع بصل وهكذا. انا النهارده هعمله بطريقه تانيه خالص، هعمل الشيش كباب مشوي مع الباربيكيو صوص. مدرسه، المدرسه المغازيه، هنشوف نشويه ازاي ونعمل النسيج والاتفاق ما بين اللحمه والباربيكيو صوص، ازاي الاثنين يتفقوا مع بعض في حاله لما يكون بيتشوي. معانا هنقدمه طبعا مع بطاطا بوريه للاطفال الحلوين، علشان البطاطا البوريه مع الباربيكيو صوص بيبقى طعمها لطيف وحلو. هنعمل طبق مكرونه النهارده بالجرين تشيز. في جبنه خضراء يا شيف؟ في جبنه خضراء. شيف المغازل النهارده هياخد الموزاريلا يحولها لخضار جميل، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، بصلصه البيستو صوص اللي هو الريحان المخلوط بزيت الزيتون والثوم. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما الحاجات اللي تكون على السفره عشان نشد انتباههم. هنعمل لهم النهارده الكب كيك بالكراميل. ايه قصه الكراميل مع الكب كيك وازاي نكتفي بالسكريات اللي موجوده في الكراميل؟ دي مدرسه مغازيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه في الحلقه بتاعتي، وكمان تقدر تخش المطبخ تشوفي كل التفاصيل بطريقه سهله وبسيطه. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل او اطرحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة اللي بتوصلنا لبر الأمان بجد والله العظيم. يعني ممكن تركيه صغيرة كده، مفتاح بسيط جدا يوصلك ان الأكلة بتاعتك تبقى مميزة ومحدش عاملها زيك. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل الشيش كباب مع الباربيكيو صوص. مقاديره على الشاشة. طبعا اللحمة بتاخد وقت كتير في السوا، فخلونا طبعا نبدأ نشويها علشان نقدر ان احنا نعملها مع الباربيكيو. مقادير معانا لحم ضاني او كندوز حسب الرغبه، نسبه الدهون من 20 لـ 30%، بتقطع كريهات صغيره مكعبات. معانا بصل ومعانا ثوم، ملح وفلفل، شويه حبهان، جوز الطيب. صلصه الباربيكيو عباره عن عسل، معجون طماطم، هريسه، زبده، كريمه لباني، معلقتين من النشا، خل بلسمك او خل التفاح حسب الرغبه. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الخبره الطهويه والطعم والاكل مش هتلاقيه غير بين اصابع ايدك انت وبس. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. اول حاجه اللحم بتاعنا الجميل ده زي الفل، لازم نحطه في السيخ. لازم نحط اللحم ده في السيخ، وبعد ما يتحط في السيخ، السيخ بتاعنا يكون ناعينه في شويه ميه علشان عمليه السوى تتم بهدوء. اشيله يا فندم اهو. هناخد اللحم ده كده زي الفل تمام، وتعالوا مع بعض من غير اي توابل خالص هنبدا ان احنا نشوي اللحم ده كده. هي كل القصه شويه زيت عليه بس كده ونشويه. هي دي التركايه، لا هنتبله لا بثوم ولا ببصل ولا باي حاجه خالص. اللهم صل على النبي. طبعا ان احنا نقعد نضيع وقت في ان احنا نسيخ اللحم، يعني انت شطار في الموضوع ده. بتجيبي السيخ الخشب بتحطيها في ميه زي ما اتعلمنا، وبعد كده بنبدا نشك اللحم او فراخ شيش طاووق بالشكل ده كده. حلو قوي تمام، مفيش جديد. زي الفل. ايه الجديد بقى؟ ان في العادي الشيش كباب بيتبل، بتحط عليه بقى زبادي وتحط عليه بهارات وتحط عليه زيت والحاجات دي كلها. انا مش هحط اي حاجه خالص. هات لحمه من عند الجزار، يقول لك من عند الجزار للطبق او من عند الجزار للجريلا لو الطاسه، هنحط عليها شويه زيت واغرقها بالزيت شويه كده وابدا اشويها. فين التوابل يا شيف؟ مفيش خالص، لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص. زي الفل. بالشكل ده كده. ونتاكد الدنيا كلها حلوه كده زي الفل. عندنا الاسياخ كمان زي الفل. الطاسه اخبارها ايه؟ طاسه سخنه. في حياتك طول ما انت في المطبخ تعلمي حاجه حلوه قوي، تشوي برجر، تشوي لحمه، تشوي فراخ، تشوي سمك، لازم درجة حرارة الطاسة اللي بتشوي فيها تكون سخنة علشان اللحمة بتاعتك معاكي ما تنشفش وما يبقاش فيها الطعم بتاع الجوسي.
السيخ ده كبير شويه، نقطمه كده بالشكل ده كده اهو، نفس الطريقه اهو. الله عليك، حلوه. ازاي نعمل اللحم المشوي الشيش كباب مع الباربيكيو صوص؟ تروحي على اي سوبر ماركت بتشتري انينه الباربيكيو، السعر بتاعها بيكون غالي، اعلمك ازاي تعمليه بطريقه بسيطه وسهله. زي الفل، نشيل ده من هنا. تمام كده، عدينا المرحله الصعبه واللي جاي سهل ان شاء الله. هنبدا في طاسه جانبيه نعمل صلصه الباربيكيو واحنا شغالين مع بعض واحده واحده، ولكن النظافه مطلوبه. في طاسه جانبيه زي الفل، ونعلي النار بتاعتنا. يلا 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 يلا، هو ده مقادير الباربيكيو صوص. استاذه رحاب بعد اذنك نشوفها على الشاشه، اخدناها تمام. الله يرضى عليك. طاسه على النار زي الفل، معانا عسل، معانا هريسه، ومعانا زبده، معجون طماطم. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه باخد الثوم والبصلايه الناعمه الحلوه ومعلقتين زيت زيتون. حلو بالشكل ده كده. بحط على زيت الزيتون ده يا عم الشيف معلقه من الزبده. شفت اللحم بيستوي ازاي من غير تتبيله؟ طبعا بنقعد نتبله ونحطه في التتبيله ليله كامله والجو ده كله. حلو، ناخد الطاسه دي على نار شديده الطبيعي عشان انا عايز نار عاليه هنا. حلو، ده مكانها، انا شايف دي مضايقاكم. عينيا قريتك يا غالي. اهي يا فندم، اهي، ايه رايك؟ هنا مكانها حلو؟ طب تمام زي الفل اهو كده. معانا بصلايه ناعمه. كلنا نجتهد وكلنا نعمل عشان في الاخر الصوره تطلع حلوه لحضراتكم. بصلايه تتحمر بالشكل ده كده مع فص ثوم حلو كده. انا عايز اللحم يتحمر وياخد وقته في السوى على الجريلا من غير توابل. واقول لك معلومه غير معلومه، اللحم طالما ما فيهوش توابل، ما فيهوش ملح، ما فيهوش حاجه تعرق للانسجه بتاعه تسويه اللحم، بيستوي معاكي بسرعه زي ما احنا شغالين دلوقتي كده. بصلايه ناعمه، فص ثوم ناعم على النار في زيت الزيتون، في الزبده، بشوحها مع النار، ونبدا ننزل بالعسل النحل بتاعنا ومعجون الطماطم والهريسه الحلوه. عايزه الباربيكيو صوص يبقى سبايسي، تحطي طبعا شطه، مش عايزاه سبايسي يبقى طعمه في متناول الجميع، ده اختياري. بصلايه تتحمر بالشكل ده كده بتاعه الباربيكيو، واللحم بيستوي على النار، انا مش قلقان، انا عايزه يتحمر كويس. ننزل بالهريسه بتاعتنا، ننزل بمعجون الطماطم بتاعنا. وطالما حطينا معجون طماطم يا شيف مغازي بنعمل ايه؟ بنحط معلقة سكر. احنا مش هنحط سكر، هنحط عسل، يجعل ايامنا عسل ان شاء الله كلها. حلو قوي. ننزل بالعسل بتاعنا. كل الكمية، ونقلب على النار، نبص على اللحم كده وصل لفين معانا. تحب نبص عليه؟ شايفين اللون ده كده؟ استوى اللحم، قلبه والتانية استوى. قلبه والتانية استوى. ونقلب ده كمان زي الفل. نرجع للباربيكيو بتاعنا والمدرسه بتاعته اهو،
العسل مع التومة والبصلة مع الهريسة الحلوة مع معجون الطماطم، عن الشيش كباب. شيش كباب على النار بيستوي، وانا عايزه يستوي من غير اي توابل ولا اي بهارات خالص، لان يقول لك دايما عطشان يا سمراني اسقيني محبه، لا هنا اسقيني باربيكيو صوص. ناخد الزبده الحلوه بتاعتنا نسقطها على صلصه الباربيكيو، حلو قوي، ونقلب كده لغايه لما الزبده تسيح. شفت الجو ده كده اهو اهو، الله. شوية خل، تفاح، بلسمك اللي عندك، نتركه على النار حتى تتطاير غازاته. الباربيكيو صوص عايزه بطعم الفلفل، نحط شوية فلفل يبقى سبايسي شوية اهو. الله على الريحة الحلوة، لسه شغال معانا الكريمة اللباني بتاعتنا زي الفل اهي. بناخد شوية مية كده حلوين من هنا، من مية المكرونة يا شيف. اه الله اه، نبص عليها كده اه. ناخد بعضنا الكريمة اللباني نقلبها، دايما الكريمة اللباني تشتريها من السوبر ماركت علب تفضيها، لازم تقلبيها. نسقط كده اهو، يلا نقلب. شفت القوام اه، طلع الباربيكيو صوص معايا ازاي اه. كمان شويه، ده القوام اللي انا عايزه اه. ممكن تحط بعلقه نشا مع شويه حليب حسب الرغبه كده. الباربيكيو بتاعي جاهز، نبص على اللحم اخباره ايه. خلص الشيش، شيش طاووق، شيش كباب انا اسف. ايه الفرق بين الشيش طاووق والشيش كباب؟ ده فراخ طبعا وده لحمه، بس انا لما اعمل شيش طاووق بعمله دايما بافخاد الدجاج اه، بحبش الصدور. نقلب الدنيا كده هنا ونشوف الدنيا عامله ايه اهو. حاضر، بس احط ده، ايه رايكم احط بس الصلصه ونطلع فاصل على طول اهو؟ زي الفل اهو. ايه تمام اهو اهو حبيبي، يلا اللهم صل على النبي. ده اللي انا عايزه، شوف بقى هعمل ايه. يلا، فرسان التلفزيون المصري يقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. اللحمه الشيف المغازي حطها على الجريل من غير اي توابل، من غير اي بهارات، من غير اي حاجه خالص. التركايه والخبره الطهويه بتقول ايه؟ بتقول عطشان يا سمراني اسقيني محبه. اللحمه هنا شربت الباربيكيو صوص اه 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 اه، اللهم صل على النبي اه. حلو قوي اه، خدت الطعم. اذا في عسل، اذا في عسل، اذا في الطعم بتاع الباربيكيو صوص. شايفين الجو ده كده؟ هو ده زي ما هي كده يا مغازي. هناخدها وندخلها الفرن، الاولاد يتجمعوا على خير وكلنا نتجمع على سفره، نبدا نقدمها على السفره بتاعتنا. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لان الباربيكيو صوص مع اللحمه المشويه مش قادر اقاوم، وقلب الصغير لا يتحمل. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لطبق مكرونه لونه اخضر، وربنا يخضر ايامنا ان شاء الله على الخير، ومعانا الكب كيك الحلو بالكراميل لاطفالنا الحلوين، او بالتوفي، او هتروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مع خبرة طهوية في تفاصيل عمل الشيش كباب. عملناه ازاي؟ سوينا اللحم من غير أي توابل. المخرج بيقول لي ثبت إيدك، إبداع طبعا. سوينا اللحم من غير أي توابل خالص، وفي الآخر حطيناه على الجريلا لغاية لما اللحمة استوت تقريبا. نزلنا بصلصة الباربيكيو اللي عملناها، حلو. طريقة الغرف بقى لها شوية شغل، هنغرفها ازاي مع بعض احنا حالا دلوقتي. معانا بطاطس بوريه جاهزه. بطاطس بوريه دي عباره عن حليب وزبده بالشكل ده كده. طبعا انت شاطره في عمايلها، احنا كلنا مفطومين عليها. قولوا لي حد كده في طفولته ما اكلش بطاطس بوريه وانتوا قاعدين بتتابعوني دلوقتي؟ بصوا لبعضيكم بقى، ولو عندك ماما بوس ايديها كده وبوس راسها، قولي لها مامي فكريني امتى اول مره اكلت بطاطس بوريه؟ هتقول لك بقى وترجع لك للذكريات، ويا سلام لو المدام بتاعتك قاعده. اسمع الكلام الحلو،
حلو الكلام؟ اه. تقول لك يا ابني قول لي، ده انت ما كنتش بتاكلها غير لما انا اقعد اغني لك واقول لك الحدوته. اه ادي البطاطس البوريه. اه كلنا كده. اه سواء بالحليب بقى سواء بغير حليب. اه دي بقى عشقي مع الباربيكيو صوص اللي هينزل عليها دلوقتي. اه معايا فرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين حبايبي اللي هيدلعوني دلوقتي. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ طب بس نشوف ده كده نظبطه يا شباب. نطلع دلوقتي. ماشي. اه. اه. شفتوا ده؟ اه. ايه الحلاوة دي؟ اه. ايه الحلاوة دي؟ اه. 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 وناخد من الباربيكيو صوص بتاعنا. طب ده شفتيه قبل كده؟ عدى عليكي قبل كده؟ اه. حلو قوي. اه وناخد من الصلصه الحلوه دي كده، نصب من ديت. لا انا مش عايزه كله. والبطاطس البياض بتاعها وجمالها وحلاوتها، جربيها واعمليها لاولادك. شيش كباب مع الباربيكيو صوص وللتقديم بطاطس بوريه. شيل ده من هنا بقى عشان عندنا كب كيك في الفرن عايزين نبص عليه. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ اه زي الفل. تمام نشيل ده من هنا. على فكره ممكن تقدمي صلصه الباربيكيو دي على جنب كده لو انت عايز تزوده. اه الله. اه خلي بالك سخنه. نشيل دي كده من هنا زي الفل. آه. وحقوق الطبع لدينا وبس. الف هنا وشفا.